Thanks. إذا نحن بانتظار تصريح الرئيس أمين الجميل مباشرة من الصرح البطريركي في بكركي بعد لقائه البطريرك الراعي. بمناسبة الأعياد ما فينا لما نوجه أحر التهاني والتمنيات للشعب اللبناني. العيد هذا عيد الرجاء، عيد الأمل، ولابد أن الله يستجيب لصلوات الشعب اللبناني اللي عانى كثير، وله حق أنه بالنهاية يتخلص من هالمأساة ويرجع يفكر بمستقبل أفضل للبنان. نحن من الثقة أن الشعب اللبناني اللي نضل، اللي واجه، اللي قاوم، لابد من أنه يقطف ثمار كل هالجهود اللي بذلها. مرحلة صعبة صحيح، نحن عم نعيش ألم الناس، عم نعيش ألم كل الشعب اللبناني، العامل اللي عم بناضل منه وخايف على مستقبله، خايف على شغله، نظرا لهالبطالة اللي عم بتعم اليوم بشكل مخيف، الأزمة الاقتصادية على كل صعد، على صعيد كل القطاعات، واللي لا شك بأنه لها تأثير على الوضع الإنساني، الوضع الاجتماعي. فنحن عايشين هالمأساة، عايشين هالحقب الصعبة للشعب اللبناني، وبعتقد أنه الحل الوحيد مثل ما تعود الشعب اللبناني بالزراعة بالظروف الصعبة أنه يتكتل، يتضامن مع بعضه البعض، يكون عنده روح العطاء، يكون روح التضامن، نكون كلنا سوا نشعر مع بعضنا البعض كلبنانيين، واللي قادر يساعد اللي بحاجة. نحن بهالمناسبة هيدي مناسبة الأعياد عنا لربما ما بدي أدخل هلأ بالتفاصيل، إنما هالخطوة تكليف رئيس حكومة جديد إن شاء الله تكون مدخل خير. نحن ما بدنا نحاكم الناس على النوايا، بدنا نحاكم على الأفعال، ما بدنا نحاكم على التطمينات الوهمية، بدنا نحاسب على الإنجازات، والإنجازات واضحة. لبنان مظبوط عم بيعاني من صعاب كبيرة، صحيح انه عندنا مشاكل يمكن اكبر منها، بس لبنان بلد صغير، هالبلد الصغير شوية اكسجين بيرجع بينطلق من جديد. نحن بحاجة لشوية اكسجين، هالاكسجين تجي اولا من ايمان الشعب اللبناني بوطنه ويتم بمعالجة هالازمات. اثنين، لبنان بحاجة لشوية اكسجين من اصدقائه، وثلاثة وهذا أهم شيء، يكون هالحكومة المرتقبة يكون أولا مبنية على الصلب، يكون عناصر حياة معنيين بالقضية اللبنانية، عندهم ضمير حي، عندهم شفافية، عندهم جدارة حتى يقدروا يساعدوا بالإنقاذ. مثل ما سبق قلت، لبنان بلد صغير، بده دفشة صغيرة، شوية أكسجين، شوية دفع، شوية مساعدة، ولابد أنه يرجع يوقف على أجري. لبنان بده يرجع يوقف على أجري، أنا مطمئن أنه لبنان بده يرجع أحلى مما كان. المهم أنه هلأ بهالمرحلة المسؤولين يشعروا تماما بمسؤوليتهم التاريخية، بمسؤوليتهم الضميرية، يكون عندهم ضمير حي، يحطوا لنا هلأ على جنب شوية مصالح ذاتية، يركزوا لنا على معالجة القضايا الأساسية، منها قضية الاقتصاد، قضية البطالة، قضية التضامن الاجتماعي. كل هالأمور هذه مفروضة أن تكون أولوية على صعيد الحكومة الجديدة. أنا ما راح أدخل بالتفاصيل إذا نحن مع أو ضد، كيف راح تكون أيا كانت، الأهم أن يكون الشخص اللي بده يتحمل مسؤولية يكون عنده ضمير حي، يكون عنده شعور بالتضامن مع الشعب اللي عم يتعذب، ويكون عنده هم واحد هو انتشار لبنان من هذا المستنقع اللي عم يتخبط فيه. وانا من الثقه انه بهالمرحله هيدي الله بيعطي النعمه الكافيه، الله بيعطي القدره وبيعطي الشجاعه حتى نقدر نواجه هالمرحله الصعبه. ولابد طالما في نوايا طيبه، طالما في شعب مناضل، شعب مقاوم، شعب أظهر
قدرته على الانتصار على المحن ايا كانت كبيره، نحن من الثقه انه الشعب رح ينقذ وطنه ولبنان رح يرجع اقوى مما كان. فخامه الرئيس، رابطه البطريرك اعلن منذ قليل في عظاته ان على القوى السياسيه ان تساعد الرئيس المكلف، هل الكتائب مستعده لذلك؟ يعني الكتائب اقوى لم تحكي باسمها، الشيخ سامي بيحكي هو باسم الحزب، بس انا اللي بعرفه انه الكتائب كانت مقاربتها جدا ايجابيه، شاركت بكل المحطات، الواحد اللي بيشارك هيدي عم بدل على نيه، نيه التعاون، نيه انه يحط ايده بايد كل الطيبين اللي بدهم يلاقوا حل. فهلا المهم مش عند الكتائب، المهم عند الرئيس المكلف اللي فيه كثير تحفظوا على تعيينه لاسباب معينه. هلا انا بتمنى لو انه الرئيس المكلف بيتحدى كل اللي عم بيشككوا، يتحديهم كيف؟ يتحديهم بتحمل مسؤوليته بالكامل وياتي بحكومه بالكامل عندما يكفي من الشفافيه، ما يكفي من الجداره، ما يكفي من التفاني حتى ينقذ البلد. نعرف انه في عنا طاقات كثير كبيره، عنا طاقات قيمه بالشعب اللبناني. المهم يختارون الرئيس المكلف، وايا كانت التحفظات اللي انطلقت من قبل البعض، خلي يتحدى الجميع ويشكل حكومه هي تشهد لنفسها وتكون عندها المناعه، يكون عندها المناعه الكافيه، يكون عندها الحصانه الكافيه، يكون عندها كل المقومات حتى تقدر تعالج كل هالقضايا اللي عم نعاني منها. في بدءا في قضيه إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، تصدي مباشرة بدء للوضع المالي اللي الناس عم تتدمر منه كثير. في عندك بعدين قضية الشفافية، هذه كذلك أمر لازم يركز عليها بشكل أساسي، لأنه البلد بعتقد دفع كثير ثمن غالي حق الفساد اللي كان موجود. بعدين في قضية الحوكمة، يعني بعتقد ما بيقدر يروح لمحل ولا لبنان بيقدر يتقدم الا ما نرجع نعيد النظر بكل الحوكمه اللي سادت لحد اليوم. بالماضي ما كان في حوكمه، لا حوكمه جيده ولا سيئه، ما كان في حوكمه. الحوكمه كلمه مش موجوده بالقاموس تبع الحكام عنا. اليوم اساسا بدنا الحوكمه الرشيده، نحط الرجل المناسب المكان المناسب، يكون في محاسبه له، يكون في متابعه، عقاب وثواب، هيدا هو المطلوب اليوم من الحكومه الجديده. حط الترين على السكي، وبأقرب وقت بعد ما نعالج القضايا الملحة اللي ذكرناها بده ينكب فورا على كمان اعطاء الشعب حقه، تعطيه الشعب حقه لما بتمكنه يرجع ينتخب المسؤولين عنه، ينتخب نوابه، لانه لسوء الحظ على ما يبدو مثل ما كنا شايفين، وهذه وصلتنا لهون، انه كان خيار على اثر الانتخابات الاخيره ما كان بمحله. فمن المفروض خاصة الشعب عم بيناضل بالشارع، هالشعب عم بيصرخ، هالشعب اللي عم بيتألم، هالشعب اللي عم بيعبر كل يوم عن كل هالألم اللي عم بيعيشه، كل هالتحديات اللي عم بيعاني منها عم بتواجهه، نعطي حقه وخليه يرجع هو يختار المسؤولين عنه، وبالتالي بكون هيدا خطوة إلى الأمام، خطوة جديدة، خطوة نوعية عم نقوم فيها. بعتقد هذه بتكون بداية الإخلاص بالعمق، الإخلاص الصحيح، حتى نرجع نبني هالوطن كلنا بنحلم نعيش فيه.